أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة جاءت في السؤال عن حكم تكسير الأصنام وإزالة التماثيل، وهل يجب على المسلم أن يكسر أي صنم عنده سواء كان للدين أو العبادة؟ وهل هناك فرق فيما بين الصنم المقصود للعبادة أو الصنم الذي يرجى أو يظن أنه يعبد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقمص الصور، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا قمصتها. والأصنام من أعظم الصور وأخطر الصور، وقمصها وإتلافها والقضاء عليها أمر واجب في دين الإسلام لمن يستطيع هذا، لمن يستطيع هذا وهم أهل السلطة. الصور اللي في بيتك والتماثيل اللي في بيتك لك عليها صورة تكلف، ولا حد يجي يقول وراك تكلف اللي في بيتك، يجب عليك تكلف بيتك من الصور والمجسمات ذوات الأرواح والمعلقات من الصور، لك السلطة على بيتك. أما من حيث العموم في البلد أو في المنطقة أو في المملكة فتحطيم هذه الأمور من اختصاص ولاة الأمور، لأن لهم القدرة على ذلك. أما الأفراد فلا يستطيعون لأنهم ليس لهم سلطة عليها. الواجب هو ما لاحظ تحطيم الأصنام وطمس الصور ولو كانت ما تعبد، لأن كونها صور في حد ذاته كونها صور وتماثيل يجب إكلامها. إذا كانت تعبد فالأمر أحد، لكن هذا إلا ما يقول لمن عنده سلطة إما خاصة وهي سلطته على بيته، أو سلطة عامة وهو ولاة الأمور الذين يقدرون على إتلاف هذه التماثيل وهذه الصور.